إحدى ليالي الصيف الحارة جداً، استيقظ أستاذ ثعلوب من نومه وبدأ يهمهم بصوت خافت. يا لها من ليلة حارة، لا أحتاج إلا حمام ماء منعش. وبعدما أخذ أستاذ ثعلوب حمامه المنعش، خرج ليتابع برنامجه المفضل على التلفاز، وهو يحتسي كوباً من بوضة ثعلوب المميزة مسترخياً وسعيداً. حوريك أنا اللي هكسب والجائزة هتكون منك. وبينما هو كذلك إذ سمع طرقاً على الباب. ها؟ ها؟ كان ذلك وفيق البطريق. أهلاً صغيري وفيق، لم أرك في الغابة منذ مدة، كيف حالك؟ أهلاً أستاذ ثعلوب، كنت أحاول مؤخراً تعلم أحدث طرق الطبخ كما نصحتني قبل ذلك. جميل جداً، أعتقد أنك ستصبح أفضل طباخ في الغابة قريباً. لا أعتقد ذلك. ها؟ لماذا؟ تعال معي يا وفيق لنكمل حديثنا بالداخل. وبعدما دخل الاثنان، بدأ أستاذ ثعلوب في إعداد شيء رائع يحبه وفيق. استرح هنا ريثما أعد لك كوبا من البوضة المثلجة اللذيذة. حقا؟ إليك بوضة ثعلوب المميزة. أشكرك كثيرا، أنت أفضل أستاذ ثعلوب. أخذ وفيق يلتهم البوضة في نهم شديد. أخبرني، هل أعجبتك خلطة ثعلوب المميزة للبوضة؟ أجل، تلك هي أفضل وصفة تذوقتها في حياتي، أنت ماهر حقا. سوف أعلمك إياها قريباً، ولكن الآن هل لك أن تخبرني ما هي مشكلتك؟ الصيف أستاذ ثعلوب. الصيف؟ ما مشكلته؟ ترتفع درجة الحرارة في الصيف كثيراً، مما يؤثر علي بالسلب، فلا أستطيع أن أباشر أعمالي، وأكون دائماً في حالة يرثى لها. آه، يبدو ذلك واضحاً عليك. أستاذ ثعلوب، لقد لجأت إليك لتجد لي حلاً، فأنا أعرف أنه لا توجد مشكلة في وجود أستاذ ثعلوب. فكر أستاذ ثعلوب ملياً، ثم قال لوفيق البطريق: هلا أمهلتني بعض الوقت يا وفيق؟ سأتصل بك وقتما أجد الحل. أستاذ ثعلوب، أنا واثق بك، وسوف أنتظر مكالمتك بشغف كبير. بعدما ودع أستاذ ثعلوب وفيقاً الصغير، أخذ يفكر في حل لمشكلته. كان وفيق يحاول الاتصال مراراً وتكراراً ليسأل أستاذ ثعلوب إن كان قد توصل إلى حل لمسألته أم لا، وفي كل مرة كان أستاذ ثعلوب يطلب منه أن يصبر قليلاً حتى ينتهي من إعداد الحل له. دخل أستاذ ثعلوب ورشته وأخذ يحاول إيجاد فكرة من شأنها تسهيل حياة وفيق وإيقاف معاناته. ها قد انتهيت. في الغد سوف أتصل بوفيق لأخبره أنني قد حللت مشكلته. نام أستاذ ثعلوب حتى الصباح، وبعد شروق الشمس نهض من سريره
وهرع إلى الاتصال بوفيق وطلب منه أن يحضر فوراً. وبعد دقائق قليلة وصل وفيق البطريق. مرحباً عزيزي وفيق. مرحباً أستاذ تعلوب، انتظرت اتصالك بتلهف شديد. تفضل. انظر، هذه السترة بها حل لمشكلتك. عظيم، ولكن كيف ذلك؟ أخبرني. عليك أن تستخدمها وسوف تفهم على الفور. وما إن لبس وفيق السترة حتى بدأت في العمل. وعندما أحس بالبرودة تسري في عروقه وتصل إلى أطراف جسده قال: أستاذ تعلوب، حقيقة أنا عاجز عن شكرك، أنا سعيد جداً ولن أنسى معروفك هذا أبداً. واجبي يا بني. لا أصدق نفسي حقاً أستاذ تعلوب، إني أشعر بالبرودة في كل أطرافي، يا له من إحساس مريح ورائع. أسعدتني يا صغيري. هل طلبت منك شيئاً آخر أستاذ تعلوب؟ نعم تفضل. لقد اشتقت لتذوق بوضة تعلوب المميزة. في الحال. قام أستاذ تعلوب من مكانه واتجه إلى ثلاجته، ثم أخرج منها كوباً كبيراً من البوضة التي تنعش صديقه الصغير وفيق. شكراً لك أيها الصديق الرائع. تفضل. أشكرك كثيراً، أنت أفضل أستاذ تعلوب. انكب وفيق على البوضة اللذيذة وراح يأكلها بشهية مفرطة. وبعدما انتهى غادر منزل أستاذ ثعلوب وهو يودعه قائلاً: شكراً لك أيها الصديق الرائع. وهكذا جلس أستاذ ثعلوب في منزله أمام تلفازه مستريحاً مطمئناً بعدما ساعد الصغير في حل مشكلته وأدخل السرور على قلبه. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. ذات يوم، وبينما كان الأستاذ ثعلوب يستمتع بقهوته الصباحية ويقرأ الجريدة، إذ رن هاتفه. ترى من يتصل في هذا الوقت المبكر؟ مرحبا. مرحبا أستاذ ثعلوب، أنا الملك سبا. أهلا مولاي، كيف حالك اليوم؟ لدي مشكلة تزعجني. ولما ذلك؟ إنه البيانو، حاولت أن أعزف عليه لكن صوته غريب. كيف هذا؟ لا أعرف، هل أتيت لتفحصه؟ بالتأكيد، سآتي حالا. شكرا لك، سأكون في انتظارك. حسنا، إلى اللقاء. على الفور ارتدى الأستاذ ثعلوب ملابسه وأخذ حقيبة أدواته ومفاتيحه، ثم ركب سيارته وانطلق نحو بيت الملك سبا. أهلاً أستاذ ثعلوب، لحظة من فضلك. مولاي، لقد وصل الأستاذ ثعلوب. عظيم، دعه يدخل. تفضل أستاذ ثعلوب، فجلالة الملك بانتظارك. صباح الخير، ها قد جئت. أوه، من فضلك أستاذ ثعلوب،
أصلح لي البيانو، فهو الشيء الوحيد الذي يسعدني. لا تقلق سيدي، سأجد حلا لك. بدأ الأستاذ ثعلوب في فحص البيانو وتجربة مفاتيحه. ما الأمر أستاذ ثعلوب؟ هل به عطل؟ أستاذ ثعلوب، أرجوك أجبني، الصوت مريع. كلا، ليس الأمر كذلك، يحتاج فقط للصيانة. هل يجب علي أن أشتري واحدا جديدا؟ لا سيدي، الأمر بسيط وسأبدأ في الحال. حقا؟ شكرا أستاذ ثعلوب، لقد كانت صدمة كبيرة. ولكن لا، ليس هذه الكلمة. عفوا، أمهلني بضع دقائق. حسنا، سأنتظرك. والآن حان وقت العمل. أرجوك أستاذ ثعلوب، أصلح سريعا، فهو عزيز علي جدا. لا تقلق، سيبدو جديدا. فتح الأستاذ ثعلوب صندوقه وأخرج بعض الأدوات، ثم بدأ العمل. جميل، صوته رائع. أخبرتك أن الأمر بسيط. لا أصدق حقا، أشكرك بشدة أستاذ ثعلوب. على الرحب والسعة. وبهذا انتهى عمل الأستاذ ثعلوب. لوح للملك مودعا وغادر سعيدا بمساعدة صديقه. فلا أجمل من مساعدة بعضنا البعض. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. أثناء ليلة الأمس كان السيد نعسان في طريقه من العمل إلى البيت، ولأن الشوارع كانت خالية وهادئة غلب السيد نعسان النوم وحلق مع أحلامه المليئة بالطعام اللذيذ. لكن فجأة توقفت سيارته بدون سبب. نام السيد نعسان على عجلة القيادة. كان الصوت مزعجاً للغاية. حاول الأستاذ ثعلوب أن يتلاشى الصوت لكن بلا جدوى،
ورغم استخدامه غطاء الرأس والسماعات لم يعد يتحمل ذلك الصوت الفظيع. ما هذا الصوت المزعج؟ ترى من يكون في تلك الساعة المتأخرة؟ السيد نعسان؟ أنت ثانية؟ يا لك من مزعج، ما الذي أتى به في هذا الوقت؟ ها هو نائم على آلة التنبيه. المعذرة. سيد نعسان، مرحبا مرحبا. هذا كثير. من أين؟ ما الساعة الآن؟ إنها الثانية بعد منتصف الليل، وها أنت نائم على آلة تنبيه سيارتك أمام منزلي. أوه أستاذ ثعلوب، كيف حالك؟ يا إلهي، الثانية صباحاً؟ فعلاً؟ إذن كيف أساعدك أستاذ ثعلوب؟ تساعدني؟ تساعدني؟ أنت نائم أمام منزلي. وماذا أفعل هنا؟ لا أعرف، أنت أخبرني. لقد كنت نائما واستيقظت على الصوت الفظيع لآلة تنبيه سيارتك. عذرا، يبدو أن النعاس قد غلبني مجددا. يا إلهي. لا بأس في ذلك. الآن هل يمكنك أن تقود سيارتك باتجاه منزلك دون أن تغط في النوم وتسقط رأسك على آلة التنبيه؟ حسنا أستاذ ثعلوب، إلى اللقاء. إلى اللقاء. حاول السيد نعسان إدارة السيارة لكنها لم تعمل. يا إلهي. أستاذ ثعلوب، انتظر، ساعدني. ماذا الآن؟ السيارة لا تعمل. هذا ما يبدو. هل يمكنك مساعدتي؟ بالتأكيد. عاد الأستاذ ثعلوب وبدأ في فحص السيارة. بدأ للأستاذ ثعلوب أن كل شيء على ما يرام، وعندما أغلق غطاء محرك السيارة وجد السيد نعسان يغط في النوم من جديد. تعجب الأستاذ ثعلوب وحاول إيقاظه بالطرق على مقدمة السيارة، لكن السيد نعسان لم يستيقظ. حينها قرر الأستاذ ثعلوب أن يحاول تشغيل السيارة بنفسه. سيد نعسان، لقد نفذ الوقود من سيارتك. من؟ ماذا؟ سيارتك قد نفذ منها الوقود. معقول؟ وماذا سنفعل الآن؟ نملأ خزان الوقود. حسنا. لقد نمت ثانية. ماذا؟ استيقظ، سأملأ لك خزان الوقود، لدي بعض منه في الداخل. سيكون هذا رائعا. سيد نعسان، لقد انتهيت، يمكنك الذهاب الآن. شكرا، مع السلامة. مع السلامة. لا، ليس مجددا. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. في صباح يوم مشرق يسري فيه نسيم الهواء المنعش ورائحة الزهور الجميلة، جلس بطلنا أستاذ ثعلوب
في شرفة منزله يقرأ جريدة الغابة ويرتشف مشروب الشاي ذا النكهة الخاصة. كان يقرأ عن الابتكارات والأفكار الجديدة التي وصل إليها بقية الحيوانات في المجالات المختلفة، مما جعله سعيداً مبتهجاً. يا لهم من شخصيات عظيمة، يجدون في أعمالهم فيرتقون بأنفسهم، حقاً من جد وجد. قام أستاذ ثعلوب من مكانه وهو ممسك بكوبه يرتشف منه ويستنشق هذا النسيم العليل ذا الرائحة الزكية، متأملاً جمال المنظر حوله. وفجأة رأى الأسد الصغير شبول يلوح من بعيد. ها؟ أليس هذا شبول ابن الأسد سبع؟ شبول! كان شبول يقترب وبيده حقيبة. كيف حالك يا شبول؟ وكيف حال والديك؟ أستاذ ثعلوب، أنا بخير، ولكن... ماذا بك يا شبول؟ أقلقتني، هل كل شيء على ما يرام؟ لا تقلق سيدي، كل شيء على ما يرام، فقط هناك أمر أريد استشارتك فيه. بالتأكيد، تفضل بالدخول أولاً ولنتحدث بالداخل. دخل شبول المنزل بعد أن فتح أستاذ ثعلوب له، ثم أجلسه على أريكته المريحة وقام بتحضير عصيره المشهور الليمون الطازج بالنعناع. اشرب يا بني، ثم أخبرني ماذا حدث معك بالضبط. شكراً لك أستاذ ثعلوب. الأمر ليس خطيراً، ولكنني حزين بعض الشيء. أنت تعلم الكلب رماح، قام بدعوتي أنا وبعض من الأصدقاء في الغابة لرحلة صيد سمك منذ فترة. في البداية كنت متحمساً للغاية لأنني سأجرب شيئاً جديداً لم أفعله من قبل. أتذكر تلك الرحلة، لكنني للأسف لم أستطع المجيء لانشغالي ببعض الأشياء يومها. بالفعل أردنا جميعاً أن تكون معنا ذلك اليوم أستاذ ثعلوب. في المرة القادمة سأحاول القدوم. المهم أكمل يا عزيزي، حتى الآن لم أرى أي مشكلة. حسناً سأكمل. في ذلك اليوم لم أستطع صيد شيء في البداية، فذهبت لسؤال رماح الذي كان بارعاً جداً في الصيد، وبالفعل أخبرني بطريقته التي يستخدم فيها الشبكة وكيف علي إغراقها حتى عمق معين وأنا ممسك بأطرافها، وبالفعل نجحت في صيد بعض الأسماك. آسف للإطالة أستاذ ثعلوب، لكنني أردت أن تعرف كل التفاصيل. لا تقل هذا، أكمل أرجوك. حسناً، استطعت الحصول على الكثير من الأسماك ذلك اليوم وكنت سعيداً جداً، ولا أخفيك سراً لقد أحببت هذا الأمر جداً، ولكن ما حدث هو أنني قمت بالأمس بالذهاب وحدي للصيد، أردت إثبات كم أصبحت محترفاً، لذا كلمت صديقي رماح وأخبرته أنني أريد استعارة شبكته لتجربة الصيد في البحيرة الملاصقة لمنزلي، فذهبت لمنزله وأعطاني بالفعل واحدة من أجود الشبكات، ولكن... المعذرة أستاذ ثعلوب، ولكن هذا عصير جميل جداً. شكرت رماح وأخذت شبكته، ثم ذهبت إلى البحيرة وبدأت الصيد. مكثت مدة في انتظار أن تلتقط شبكتي سمكاً، لكن مع الأسف أستاذ ثعلوب لم أحصل على أي سمكة، لا صغيرة ولا كبيرة، كما أنني كدت أن أفقد شبكتي عندما اعتقدت أنني اصطدت سمكة كبيرة جداً. أخذت أحاول جذبها بشدة، وبعد أن بذلت مجهوداً كبيراً في جذبها خارج المياه. ما الذي حدث؟ أخبرني. فعلاً ليمون رائع. كانت مجرد صخرة أستاذ ثعلوب، حينها اعتقدت أنني فقدت قدرتي على الصيد، فأنا أرى الأسماك كل يوم تسبح في تلك البركة، وأنا متأكد أنها مليئة بهم. هل أنا سيء في الصيد هكذا؟ هل يمكن أن أفقد مهارتي في وقت قصير كهذا؟ أم أن السبب أن هذه البحيرة مشؤومة؟ لا أعرف أستاذ ثعلوب. اطمئن، فالأمر بسيط. أولاً، هل قام أحد الناس بالصيد هناك من قبل؟ نعم، رأيت بعضهم بالفعل، ولكن الغريب أن معظم السمك الذي يصطادونه إن لم يكن كله صغير الحجم. هل معك الشبكة التي حاولت الاصطياد بها؟ نعم، إنها معي هنا بالحقيبة. هل أريتني إياها؟ بالطبع. دعني أتفقد شيئاً. أخذ أستاذ ثعلوب يفحص الشبكة جيداً ويفكر ما الذي يمكن أن يسبب تلك المشكلة. البحيرة بها سمك،
هناك بعض الحيوانات تصطاد هناك، الشبكة اصطيد بها من قبل. السمك معظم الوقت صغير. أها، وجدتها شبول، اتبعني إلى ورشتي الخاصة، لقد عرفت الحل. حقا أستاذ ثعلوب؟ نعم، تعال معي. دخل أستاذ ثعلوب وتبعه شبول، ثم أخرج شبول الشبكة من حقيبته ووضعها على الطاولة، وبدأ أستاذ ثعلوب في الشرح. المشكلة يا شبول في الشبكة نفسها. نعم، فتحات الشبكة كبيرة جدا مقارنة بحجم الأسماك التي تحاول صيدها بتلك الشبكة. استطعت الصيد بسهولة في الرحلة لأن معظم الأسماك كان حجمها أكبر من تلك الفتحات، لكن في حالة البحيرة لم تستطع لصغر حجم الأسماك هناك. لكن لا تقلق، الأمر سهل للغاية. أنت رائع أستاذ ثعلوب. اتجه أستاذ ثعلوب إلى طاولته، ثم أخرج خيطاً مناسباً مشابهاً لخيوط الشبكة، وظل يخيط بين الفراغات في الشبكة ليقلل من مساحة تلك الفراغات إلى أن انتهى. حسناً، تفضل. ماذا؟ شكراً 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 لك أستاذ ثعلوب، لا أعرف كيف أرد لك هذا المعروف. لا شكر على واجب. أتعلم؟ سأتي لك بأول صيد لي ونأكله معاً. حسناً شبول، وسأكون بانتظارك لأني أعلم أنك صياد ماهر. ودع الأستاذ ثعلوب شبول الذي ترك الأستاذ ثعلوب جالساً كما كان في البداية، بداخله مشاعر فرحة وسرور لأنه يقدر مشاعر الآخرين جيداً، ويدرك كيف أنه بحل مشكلة قد تبدو صغيرة أعاد للصغير ثقته بنفسه التي كاد يفقدها. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. ذات صباح جميل مشرق، وبعدما أنهى الأستاذ ثعلوب إفطاره خرج ليمارس تمارينه الرياضية، وإذا به يرى السيد نديم قادماً نحوه. نديم، كيف حالك؟ مضى وقت طويل، لقد اشتقت إليك. بخير أستاذ ثعلوب، اشتقت إليك أيضاً، وأرجو أن تكون بخير. لماذا يبدو مهموماً هكذا؟ أرجو ألا يكون قد أصيب بسوء. لما أنت حزين سيد نديم؟ هل أصابك مكروه؟ هل أنت بخير؟ أستاذ ثعلوب، أنا بحاجة إلى مساعدتك. لا تقلق يا عزيزي، واعلم أنه لا توجد مشكلة بلا حل، وسنصل إليه قريبا. أعلم أستاذ ثعلوب، فأنت نعم الصديق. لندخل المنزل إذن، سأحضر لك العصير ثم تحكي لي مشكلتك حتى نجد حلا لها. هيا بنا. صنعت لك بعض البرتقال الطازج حتى تسترخي أعصابك سيد نديم. كم أنت لطيف، أحب البرتقال كثيرا، شكرا لك. أستاذ ثعلوب، أعتذر مجدداً لمجيئي المفاجئ بلا ترتيب، لكن لم يكن لدي خيار. لا عليك صديقي، أنت تعلم أنني أعد أكبر نجار بالغابة، وقد كبرت تجارتي مؤخراً وأصبح لدي العديد من الزبائن. نعم، أنت تعمل بجد وتستحق ذلك. صنعت في السابق قوارب للصيادين، وقد اشتهرت وذاع صيتي بعدما صنعت للسيد رماح أفضل قواربي، وهو بدوره أخبر كل الصيادين فهرعوا لعمل قوارب مثله. هذا أمر رائع، أنا سعيد بذلك. لكن بالأمس جاء إلي السيد رماح وطلب مني أن أصنع له سفينة تستطيع أن تسعه هو وجميع أصدقائه، فهو يخطط للذهاب إلى رحلة صيد، قال أنها ستكون مميزة. نعم، لقد سمعت بذلك الأمر، لكن المشكلة هي أنني لم أصنع سفينة من قبل ولا أعرف
أيضاً أي أخشاب أحتاج لصنعها. أنا في حيرة من أمري، فكرت أن أرفض هذا الطلب ولكنني ترددت في ذلك. أرجوك ساعدني. يا لها من مشكلة كبيرة، علي بدء البحث في كتبي. هكذا نظل نتعلم حتى آخر عمرنا. هلا أمهلتني بعض الوقت، وسأتصل بك وقتما أصل للحل. سأنتظر مكالمتك، أنا أثق بك كثيرا أستاذ ثعلوب. بعدما خرج السيد نديم، بدأ الأستاذ ثعلوب في البحث لمعرفة الطرق الممكنة لبناء السفن. وبعد مرور عدة ساعات وصل إلى الحل. نعم، وجدتها، لكن علي التأكد أولاً. أجل، هذه هي. وبعدما عاد لمنزله، اتصل بالسيد نديم ليخبره أنه وجد حلاً لمشكلته. لم تمض إلا دقائق معدودة حتى سمع طرقاً على الباب. سيد نديم، لقد أتى سريعاً. أخبرني أستاذ ثعلوب. حسناً، تفضل. لقد توصلت لحل مشكلتك. لم أشك للحظة بك أستاذ ثعلوب. لا أعرف كيف أشكرك، فأنت تساعدني دائماً. لا تقل هذا. انظر هنا، هذه مخططات، من خلالها ستجد إرشادات تعلمك بناء السفن. بدأ السيد نديم قراءة المخططات بتمعن، ثم بدت على وجهه ملامح السعادة وقال: إنها أبسط مما تخيلت. شكراً لك أستاذ ثعلوب. ولكن أستاذ ثعلوب، ماذا عن المواد التي سأحتاج إليها؟ هذه لائحة بكل المواد التي ستحتاج إليها. وماذا عن نوع الخشب الذي سأستخدمه؟ بحثت ملياً في الأمر، ووجدت أن العرب القدامى كانوا يستخدمون خشب الساق في بناء السفن، لأنه يتميز بقوته وصلابته، وأيضاً يمكن تقطيعه للحصول على الألواح العريضة اللازمة للسفن. لكن أستاذ ثعلوب، أعلم أنك لا تعرفه، لا يعرفه الكثيرون. هيا نذهب معاً لأريك الشجرة التي عثرت عليها في الغابة. في غابتنا؟ أجل، يوجد كل شيء قد تحلم به في غابتنا الرائعة. صعد الأستاذ ثعلوب وبجواره السيد نديم إلى سيارته، وانطلقا في طريقهما. ها هي الشجرة. عندي الكثير من هذه الأخشاب، لكنني لم أعرف أنها تستخدم في بناء السفن. وأنا أيضاً لم أكن أعرف، ولكن ببعض البحث نتعلم أشياء كثيرة يا صديقي. أنا عاجز عن شكرك، أنا في غاية السعادة. لن أنسى لك صنيعك هذا أبداً. هذا واجبي يا عزيزي. الآن بعدما عرفت ماذا أفعل، سوف أعود وأشرع في بناء تلك السفينة لرماحي في أسرع وقت. وهكذا ودع الأستاذ ثعلوب رفيقه السيد نديم، وانطلق عائداً تبدو عليه علامات الراحة والهدوء، لأنه قدم معروفاً وساعد صديقاً. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. ذات يوم جميل مشرق بالأمل، خرج الأستاذ ثعلوب ليتجول ويستمتع بنسيم الغابة العليل وأشعة الشمس الدافئة. بين تغريد الطيور وطنين النحل ورائحة الزهور الزكية،
مضى الأستاذ ثعلوب مستمتعاً بوقته. وعندما وصل إلى بيت القرد الصغير ميمون، وجده يفعل شيئاً غريباً للغاية. ميمون، ماذا تفعل؟ أنا أخزن طعامي المفضل لآكله في الشتاء. لكن لا يجب أن تدفنه، هكذا سيفسد. ولكن ماذا أفعل أستاذ ثعلوب؟ إنه ينمو في الصيف فقط، وأنا أحب أن آكله كثيراً. أخذ الأستاذ ثعلوب يفكر كيف يمكنه مساعدة ميمون. لا تقلق ميمون، أظن أن لدي فكرة. حقاً؟ وما هي؟ انتظر وستعرف. سأنطلق إلى ورشتي وأعود إليك في الحال. حسناً أستاذ ثعلوب. عندئذ اتجه الأستاذ ثعلوب إلى ورشته. وبعد حساب كل العوامل، بدأ في جمع ما يحتاج إليه. ثم أخذ صندوق أدواته ومفاتيح سيارته وبعض الألواح الزجاجية التي وضعها في السيارة، وانطلق في طريقه إلى ميمون. لما كل هذا؟ إنها مفاجأة. أنا متحمس جداً. وهكذا انتهى الأستاذ ثعلوب، بينما كان ميمون يشاهده منبهراً بما يفعل. تفضل، لن تفقد الأناناس ثانية. إذن هل أخزنهم هنا؟ لا لا، ستزرعهم هنا. هذه هي الصوبة الزجاجية. صوبة؟ وماذا نصوب عليها؟ لا، لا نصوب، بل هو اسم يفيد زراعة النباتات بداخلها في أي وقت. إذن الآن يمكنني الحصول على الأناناس في أي وقت؟ أجل، في أي وقت. رائع، شكراً أستاذ ثعلوب. لا عليك. تفضل، هذه لك أستاذ ثعلوب، إنها أفضل واحدة لدي. هذا لطف منك عزيزي، أحب الأناناس. الآن أنا وأنت نستطيع أكله متى أردنا. مضى الأستاذ ثعلوب سعيداً بمساعدة الصغير ميمون. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. من الذين نعتمد عليهم في حياتنا؟ من الذين نجدهم دوماً بجانبنا؟ مستعدين للتضحية ورسم البسمة على وجوهنا لجعل يومنا أفضل،
ولمشاركتنا أجمل لحظات المرح واللعب. بحث نور عن أخته روان في كل مكان، لكنه لم يستطع أن يجدها. مرحبا يا نور. ماذا؟ كيف أتيت إلى هنا؟ قلت أنك ستعود للمنزل بالتأكيد. ما الذي أصاب جهازك؟ إنه لا يعمل، لكنه جديد. أعلم ذلك، لقد بحثت عنك في كل مكان. أخي، هل قلقت لأجلي؟ كفى، يجب علينا إصلاحه. وكيف لنا أن نفعل ذلك؟ مهلاً، أنت الخبيرة هنا. ولكنني لا أعرف كيف أصلحه، أنت تعلم ذلك. عليك أن تحاولي أولاً. فعلت ذلك قبل أن تأتي، ولم أصل لأي شيء، صدقني. أتفكرين فيما أفكر فيه؟ أظن ذلك، انتظرني هنا. مرحباً. مرحباً أستاذ ثعلوب، روان أتلفت جهازها اللاسلكي. قلت لك لم أفعل ذلك. كفى عن الشجار، أعطني جهازك، ربما أستطيع إصلاحه. ها هو، لكنني لست السبب، صدقني. سأذهب إلى ورشتي لأرى ما مشكلته. شكراً أستاذ ثعلوب. عفواً. أتظن أنني السبب حقاً؟ بالتأكيد، ومن غيرك؟ ولكنني لم أفعل. لا، أظن أنك فعلتي. شيء لا يصدق. الآن يعمل جيداً. ألم أقل لك؟ لكنه لم يكن كذلك، لقد جربته. أعلم، لكنه سليم الآن. أرأيت؟ أنت أتلفته وأصلحه الأستاذ سالو. لم يكن تالفاً يا نور، إنها البطاريات. آسف نورورو. لا عليك، لقد كنت خائفاً عليك. أعلم ذلك، لدي أخ رائع. ربما يختلف الإخوة أحياناً ويتشاجرون، لكنهم في النهاية يظلون عائلة. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. في يوم مشمس وجميل، كانت الغابة تحتفل بتتويج ملكها الجديد الملك سبع. كان بالرغم من سنه الصغير لديه من الحكمة نهراً غزير،
بعد انتهاء مراسم التتويج اتجه متحمساً إلى قصره البهيج. عظيم! إذن هذا هو عرشي، صحيح؟ هو بالفعل يا مولاي. حسناً، من الأفضل أن أجربه. بالطبع، تفضل يا مولاي. منير، إنه ليس مريحاً بالمرة. ولكن جلالتك، إنه مصنوع من أفضل الخامات. إنه لا يناسبني. شعر منير بالحزن الشديد، فهو لم يستطع إيجاد حل سديد. وعندها طرأت له فكرة. في هذا الوقت كان أستاذ ثعلوب في طريقه إلى المنزل بعد انتهائه من تمارينه الصباحية. وبعد حمام منعش بدل ملابسه وذهب لتناول فطوره. ثم أعقب الفطور بقراءة الجريدة الصباحية. مرحبا. مرحبا أستاذ ثعلوب، هل لك أنت؟ مرحبا أستاذ ثعلوب، أنا الملك سبع. مولاي الملك سبع، كيف حالك؟ أنا أريدك أن تأتي حالاً. هناك مشكلة كبيرة، وأنا واثق أنك الوحيد الذي يستطيع حلها. سأأتي على الفور. وفي تلك اللحظة خرج أستاذ ثعلوب من منزله وانطلق بسيارته نحو قصر الملك عاكفاً على أن يحل مشكلته. أهلاً بالأستاذ ثعلوب، لحظة من فضلك. مولاي الملك، لقد وصل الأستاذ ثعلوب، هل لي أن أدخله؟ عظيم، دعه يدخل. تفضل أستاذ ثعلوب، فجلالة الملك بانتظارك. صباح الخير يا مولاي، كيف لي أن أساعدك؟ مرحباً أستاذ ثعلوب، جيد أنك جئت سريعاً. تحت أمرك دائماً. حسناً، اليوم كان حفل تتويجي، ففكرت أن أتفقد العرش الجديد، ولكن للأسف لم يكن مريحاً بالمرة. هل تتخيل؟ أنا ملك الغابة ولا أملك عرشاً مريحاً. ولكنني سمعت أنه مصنوعاً من أمثل الصخور. ولكنه يؤلم ظهري. أوه، هذا سيء. حسناً، أنا قررت أن أصمم عرشي الخاص. فكرة رائعة، ولكني أحتاج مساعدتك لننجزه سريعاً. هذا شرف لي جلالتك. قام الأستاذ ثعلوب برسم تصميم للملك سبع، ولكن الملك بدأ عليه عدم الرضا. أعتقد أنني أعرف ما يناسبك. قام الأستاذ ثعلوب حينها بقياس الأبعاد المناسبة التي سيحتاجها للعرش الجديد. لم يبدو حينها أن الأمر سيكون سهلاً، ولكن الأستاذ ثعلوب لا يكل ولا يمل، وبالفعل انطلق بسيارته نحو سوق الغابة لشراء بعض المستلزمات التي سيحتاجها. انتهيت، هل لك أن تجربه جلالتك؟ يا إلهي، هذا ما كنت أريده فعلا. سعيد أنه أعجبك مولاي.
وهكذا أصبح للغابة ملك جديد. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. في منتصف فصل الشتاء، حيث موسم التخزين والاختباء، كان صوت الرعد يخلع القلوب والمطر منهمر على كل الدروب. وكان صديقنا نقار الخشب نديم يواجه إحدى المشكلات. يا إلهي، ما هذا الطقس البارد؟ علي الاستعانة بالأستاذ ثعلو قبل أن ينهار منزلي. كان الأستاذ ثعلوب يقرأ كتابه عندما وصل إليه السيد نديم. لم يكن أحد ليأتي في مثل هذا الوقت إلا إذا كان هناك مشكلة. سيد نديم، ما الذي جاء بك في هذا الطقس البارد؟ تفضل بالدخول سريعا. أستاذ ثعلوب، أعلم أن الطقس بارد وأعلم أن مشكلتي قد تصيبك بالملل، لكن أرجوك ساعدني. بالطبع، لا تقلق واسترح قليلا، ريثما أعد لك مشروبا ساخنا يدفئك في هذا البرد الشديد. حسنا، شكرا لك أستاذ ثعلوب. الآن أخبرني، ما هي مشكلتك؟ إنه السقف، أفسده الشتاء ثانية. حاولت مرارا وتكرارا أن أصلحه دون جدوى، لا ينتهي أبدا كابوس فصل الشتاء. تفضل عزيزي. أشكرك بشدة. إذا أخبرني، ماذا حدث للسقف؟ المطر يجعله هشا، حتى أنني أحيانا أخاف أن يتهاوى. لا أريد أن أتجمد. أنت محق، إنها حقا مشكلة كبيرة. حسنا، هل ستساعدني؟ أدرك الأستاذ ثعلوب أنه لن يستطيع إيقاف المطر، لذا ظل يفكر ويفكر. لدي فكرة، يجب أن نبعد المطر عن سقف منزلك. ولكن كيف سنفعل ذلك؟ حسناً، علينا الذهاب لمتجر الغابة، لكن أولاً علينا أن ننتظر توقف العاصفة. انقشعت العاصفة وأشرقت الشمس من جديد، وبعدها أظن أن الطقس مناسب الآن. هيا ننطلق أستاذ ثعلوب. انطلق الاثنان معا وتوجها نحو متجر الغابة. وماذا سنشتري أستاذ ثعلوب؟ سقفا مائلا. سقف؟ وكيف نستطيع أن ننقله؟ لا تقلق، هذا نوع جديد يبيعونه على هيئة قطع يمكن تجميعها معه. حل عبقري. أجل. اختار الأستاذ ثعلوب سقفا جميلا وتحرك معا نحو منزل السيد نديم. وهناك صعد الأستاذ ثعلوب وبدأ في إصلاح المنزل من الأعلى. والآن كل ما نحتاجه هو أن نجمع تلك القطع معاً. ها قد انتهيت. أنا آت. لا أصدق عيني. هذا السقف لن يجعل المطر يزعجك مرة أخرى، لا تقلق يا عزيزي. إذن هل تقصد أنه لن يدخل الماء إلى منزلي مرة أخرى أستاذ ثعلوب؟ بكل تأكيد، فأنا الأستاذ ثعلوب. أنا في غاية السعادة، أشكرك كثيرا أستاذ ثعلوب. لا عليك أبدا، كل ما يهمني أن نعيش معا في جو جميل. ودع السيد نديم الأستاذ ثعلوب بعدما عاد الدفء والأمان.
أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. في صباح يوم مشرق يسري فيه نسيم الهواء المنعش ورائحة الزهور الجميلة، استيقظ أستاذ ثعلوب من نومه واتجه إلى شرفته وأخذ يتأمل الطبيعة الخلابة للغابة، ثم تذكر أنه يجب عليه اليوم أن يذهب لمزرعة السيد أنور الأرنب لإعطائه بذور الجزر التي عكف على تحضيرها لأجله. خرج أستاذ ثعلوب وأخذ عربته الجيب الأنيقة وانطلق، وبينما هو يقود سيارته في الغابة إذا به يسمع صوتاً ينادي عليه من بعيد. أستاذ ثعلوب! ترى هل هذا صوت صديقي سلطان؟ أستاذ ثعلوب! يبدو أنه هو فعلاً. أنا بخير يا صديقي العزيز، وماذا عنك؟ أنا بأفضل حال. هل عدت من رحلات الاستطلاع أخيراً؟ لقد تم اختياري ضمن فريق الكشافة الذي سيجوب العالم كله هذا العام، ولكن يجب علي اجتياز كل الاختبارات. اختبارات؟ أية اختبارات؟ تقوم فرق الكشافة بالتجمع كل عام، ويتم عمل معسكر لرفع معدل اللياقة البدنية لكل الصقور، وبعد ذلك يتم عمل بعض الاختبارات البدنية لكل المتقدمين، ويتم اختيار أفضل المتقدمين دائماً. كالعادة أنت في الطليعة يا صديقي. أنا أتدرب يومياً في الغابة ليحافظ على لياقتي البدنية، ولكن هناك مشكلة. أية مشكلة؟ لا تقلق يا عزيزي، لا توجد مشكلة بلا حل، وإذا وجدت المشكلة وجد ثعلوب لحلها فوراً. ذاكرتي أستاذ ثعلوب، لم أعد مثل السابق. مع مرور الوقت أصبحت أنسى الأماكن التي يجب علي إتمام بعض المهمات بها. هل هذا كل شيء؟ نعم، وفي بعض الأحيان لا أستطيع الوصول في أسرع وقت وأحتاج للمزيد من الوقت للبحث بشكل أدق. وقت؟ أي وقت تقصد؟ يتم حساب مدة إتمام مهمة الاستكشاف التي نكلف بها بعد إتمامنا لها، وبناء على هذه المدة يتم ترتيب الطليعة لقائمة الكشافة كل عام. غادر أستاذ ثعلوب بعد أن علم مشكلة السيد سلطان، ومضى في طريقه متجهاً إلى السيد أنور لإعطائه البذور، وبعدها عاد إلى منزله وعكف على البحث عن حل للمشكلة. أخيراً وجدتها! سوف أتصل بسلطان ليخبره أنني قد حللت مشكلته. اتصل أستاذ ثعلوب بالسيد سلطان وأخبره أن مشكلته قد حلت، وأنه يجب عليه أن يأتي حالاً إلى منزله. ولم تمضي إلا دقائق معدودة حتى سمع طرق على الباب. انتظر من فضلك، أنا قادم. مرحبا أستاذ ثعلوب. مرحبا يا سلطان، تفضل. أستاذ ثعلوب، ينتابني شعور جميل، لقد كنت أعرف أنك سوف تصل إلى حل في أقرب وقت. شكرا لك يا صديقي. تفضل سيد سلطان، هذا الجهاز الأنيق به حل لمشكلتك. رائع، ولكن أخبرني كيف يعمل. تستطيع من خلال هذا الجهاز إضافة كل الأماكن التي توكل إليك المهمات بها، وسوف يذكرك بها، وبذلك تستطيع أن تصل إلى هذه الأماكن في أسرع وقت. حقاً؟ كما أنت عبقري، لا أصدق نفسي أستاذ ثعلوب، أنت مبهر حقاً. لا عليك أبداً يا عزيزي، هذا ليس كل شيء، لقد أضفت له بعض البرامج التي تصدر بعض التقارير وسوف تساعدك بكل تأكيد. أي تقارير هذه؟ تلك التقارير تعبر عن المسافات التي تقطعها ومعدلات الوقت التي تستهلكها في كل مرة، وبعض التقارير عن سماتك البدنية مثل دقات القلب ومعدلات الحرق. أستاذ ثعلوب، لا أعرف ماذا أقول لك، أنا في غاية السعادة، لن أنسى لك معروفك هذا ما حييت. واجبي سيد سلطان، أنت صديق مقرب، وعلي أن أساعدك في أن تكون في طليعة الكشافة دائما، أنت تمثل قريتنا الجميلة. أعدك أنني سوف أكون في الطليعة هذا العام. لا أشك في ذلك، كلي ثقة بك. ودع أستاذ ثعلوب السيد سلطان، ومضى سلطان في طريقه
وكان أستاذ ثعلوب سعيداً منشرح الصدر بمساعدة صديقه، لأنه يعلم جيداً أن السعادة الحقيقية أن ترى البسمة في وجوه من تحب. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة.